مشاهدينا اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج مسابقات كلمتين وبس. اكيد مكملين بلغه جديده ومشتركين جداد. مشاهدينا رح نتعلم كلمات كثيره بلغات مختلفه ومشتركينا رح يعملوا نفس الشيء، بس الفرق انه عندهم فرصه الفوز بجوائز قد تصل الى 4000 دولار امريكي يوميا. قبل ما نبلش بالحلقه خلينا نتعرف على المشتركين ونبلش فيكي لو سمحتي. انا رولا من لبنان، خلصت انجينيرينج وهلأ عم بلش بشركة هندسة جديدة. هندسة جديدة، برافو عليكي، عرفنا على حالك. أنا كريم من لبنان، مخلص بروجكت مانجمنت ماسترز وهلأ بوزارة التربية. شو بتعمل بوزارة التربية؟ أنا بشؤون الموظفين بوزارة التربية، يعني كل شيء أساسي بده يطلع تقاعد بده employment letter أنا اللي بسويهم. يعطيك ألف عافية. Thank you. وسؤال، كيف بتعرفوا بعض؟ مخطوبين. امتى العرس ان شاء الله؟ السنه الجايه ان شاء الله. السنه الجايه. طب سؤال، لو فزتوا بال 4000 دولار الجائزه الكبرى اليوم بتتغير مشاريع العرس شوي؟ بنكبر بنكبر بنعزم كوريين طبعا. اوكي ممتاز. مبسوط انه انتم موجودين معنا اليوم عشان نلعب مع بعض ونتعلم لغه جديده. خلينا نشوف دولاب اللغات اي لغه راح يختار لنا اليوم، نشوف مع بعض. لغة اليوم هي اللغة الروسية. كريم بريفيت. بتحكيش روسي. اسالك انت ايش تطد يلا لسيفودنيا؟ انت كيف؟ بتحكي روسي؟ لا. طيب اوكي. بس حبيت اتاكد انه بتحكي روسي ولا لا. بس حبيت اشبح، انا بعرف كلمتين بالروسي وطلعوا معي. طيب اوكي. نشرح قوانين البرنامج؟ طيب لحظة قبل ما نبلش بدي اسال كريم شو اللغات اللي بتحكيها؟ انجلش عربك فرنش انجا فرنش انجا زيي بالضبط. انت رولا انجلش عربك واخذت شوي كورسز فرنش ووقفت حارجع كفي. طيب اوكي روسي ورا واحده فيهم ممتاز. اللي حيصير عندنا اللغه الروسيه اليوم بحلقتنا في خمس فقرات، اربع فقرات متشابهين وفقره اخيره مصريه واسمها كلمتين وبس وراح اشرحها لاحقا. هلا بالمراحل الاربعه الاولى عندنا مرحله تعليميه رح نشوف فيها كلمة باللغة الروسية، نشوف كيف تنلفظ ونشوف معناها باللغة العربية. بدكم تستعملوا أي طريقة أو وسيلة ممكنة عشان نتعلم هدول الكلمات، لأنه المرحلة التطبيقية رح تشوف الكلمة ولفظها باللغة الروسية، وبعدين عندنا أربع اختيارات باللغة العربية. كل إصابة أو جواب صح 10 دولار. بسيطة اللعبة صح؟ صح. كريم عندك أي أسئلة؟ لا. رولا؟ نتعلم؟ يا. يلا نتعلم روسي وخلينا نشوف مع بعض أول كلمة. سرديتي. غاضب. خلينا نحكي بصوت عالي شو عم نفكر وشو شايفين عشان الجمهور يشترك معنا بهالتجربة. نيبي. فرش. شو شايفين؟ هلا آخر واحد قبل آخر كلمة مثل شكل الباب. برافو عليك. توازن. من أكتاتو. قرأتيها كأنك بتحكي روسي. غازيتا. جريدة. شو شايفين؟ الثري بالعربيك إز عا فيسيلي. جريدة. مرح. رولا كيف شايف هالكلمة؟ صعبة ولا سهلة؟ رانا. باكر. فاهو بتشبهها شوي. صح مزبوط برافو عليكي. فاهو باكر. مشكلة. نو بروبلم. برافو نو بروبلم. مولادوي. شاب. موسيو شيء هيك او ام او ان هذا في ال غريب. ويبكا. ابتسامه. من واي اي وبي وسته. بسوكي. طويل. كل كتير طويل. وفي صحن فوق. فانر. مصباح. حاس ما شفنا اشي هلا خلاص. ايتسو. بيضة. الار وصحن وشوكة. ليش نسا. صح. درج. شو شايفين؟ من ركتانجل كأنه تانجل درج. عطلة. أتنك عطلة. ملا. صابون. صابون. ببرني. مختار. كلمة.
بتكون أطول كلمة فعلاً هاي مرت علينا؟ ساري. قديم. الصحن عم بيرجع كتير. ندير بالنا. دلينا. وادي. حس شو صعبة عليكم هاي؟ إبرة. إبرة. أنا بدي أعرف أنتم مركزين ولا هيك عم بتحاولوا تحللوا اللعبة؟ شجرة. سباسيبا. سباسيبا، شكرا. شو شايفين؟ كوخنيا. مطبخ. كيتشن. نقول كي كيتشن فرضا. بودكاست. فشل. إن شاء الله ما تفشلوا في هاي. آخر كلمتين متواضع. ضل معنا آخر كلمة. خلينا. ريشينيا. حل. شو رأيكم؟ شو شايفين؟ أحفظ هذه المقلوبة. انتهت معنا أول مرحلة تعليمية. بدي أروح أنا على طول عند رولا وأسأل، كنتوا هادين بهاي المرحلة التعليمية؟ عاد كنا حابين نسمع صوتكم ونشوف كيف بتفكروا. هل كنتي هادي عشان مركزة ولا كنتي خايفة؟ لا، كنت عم جرب أخذ قد ما بقدر. أوكي. ومن ال 25 كم واحدة حبستي تقريبا؟ هلا حاسيتهم كلهم، بس ليقطعوا أكيد حاتلخبط. خلينا نشوف. كريم شو رأيك؟ شوي صعبين، بس أنا عم جرب نعمل ريليشن بين الكلمات بالعربي وبالراشن يعني، فإن شاء الله. حسيت كل واحد فيكم كان بيحاول يركز عشان يحفظ الكلمة هو، بس هل تناقشتوا ببعض الأشياء عشان تتفقوا إنه كيف نحفظها مع بعض؟ هلا أول ستيج حتكون مثل ترايل بيناتنا، كيف نقدر نفكر للستيج الثاني يعني، فكل واحد حياخذ قد ما فيه انفورميشن لنقدر نحن نتفق على استراتيجية. هلا حلو، يعني في استراتيجية جاي إن شاء الله. ممتاز. أنا والمشاهدين متحمسين كيف رح يكون أدائكم بالمرحلة التطبيقية والفقرات الثلاثة اللي حيجينا هلا. جاهزين نحذر؟ يلا داخلين على أول مرحلة تطبيقية. خلينا نشوف كيف رح يكون أداء كريم ورولا. نشوف مع بعض أول كلمة. ليسنيتسا. مطار. متواضع. درج. حل. درج. صح. درج. شايفين درج؟ صح. درج. أول $10. برافو عليكم. جريدة. جريدة. قديم. مشكلة. مدرس. جريدة. التخذ جريدة. حافظين منيح. جريدة. برافو عليكم. $20. ملا. فرش. صابون. قهوة. بيضة. فرش. لا، صابون. صابون ولا بيضة؟ خلينا نتفق. صابون. ما هي اوكي. صابون. صابون. اكيد. اكيد صابون. صابون. برافو. $30. مزبوط رولا. فنار. تاريخ. وادي. شكرا. مصباح. مصباح. اكيد مصباح. لا، نول وقت كان بالنص. يلا، عشان ليش؟ لأنه أنا شبهت أول وحدة مقسومة بالنص على شكل ضوء طالع. تفكير سليم. مصباح. صح. $40. بسوكي. طويل. مختار. خطير. غاضب. طويل. طويل. شو حسسكم إنها طويل؟ طويل لأنه قلنا الطويل. قلنا كلمة طويل فحفظناها هيك مثل ما هي. هل هي طويل؟ مضبوط. $50. بروبليما. توازن. خريطة. مشكلة. مشكلة. ابتسامة. صح. No problem. صح. مشكلة. لا، ما كانت problem عليكم أبدا. No problem. أرض. عطلة. فشل. باكر. باكر لأن عندنا متشبهها. باكر. فاهو. باكر. برافو عليكي. سرديتي. مطبخ. جوعان. مرح. غاضب. ضل معانا 2:23. كريم شو رأيك؟ في إشي ببالك هيك كلمة معينة؟ أنا بين غاضب وبين جوعان، بس تقدروا تعملوا باس كمان إذا شاكين فيها. غاضب. 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 برافو. $80. مش ضروري باس. صابون. الأكتا. التوازن. أعتقد الحياة مختار. توازن. 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 أنا التوازن. ما شاء الله عليك. $90. إيشينيا. اختراع. شاب. حل. شجرة. شاب لأنه حفظت الإيه المقلوبة. متأكدين على شاب؟ 100%. يلا شاب. لا، كانت حل بسيطة. اللي بعدها. ووكا. متواضع. أدوية. بيضة. ابتسامة. ضل دقيقة وأربعين ثانية. شو رأينا؟ ابتسامة لأنه واي قلت إيه. ابتسامة. بتأيد هالرأي كريم؟ ولا عندك شيء تاني؟ مظبوط. نروح مع ابتسامة. ابتسامة.
$100، برافو، وصلنا لثلاث خانات. وادي، قديم، جيش، فرش. مش فرش، لأنه فرش بنحطها تحت. شلنا فرش، ضل وادي، قديم جيش. وجيش. قديم. شو رأيكم؟ قديم. قديم، نتسهل؟ نعم. قديم. لا، كانت وادي. الكلمة الجاية. أوكس. بيضة، جريدة، عطلة، شكرا. ضل معانا 58 ثانية. شكرا، بعتقد لانه شفت التي فيها كريم. حسك مش متاكد، وجهك مش متاكد كثير. لا لا، جوفر جوفر. شكرا. يلا شكرا. لا، كانت عطله. اللي بعدها كوخيا. مرح، مطبخ، رقص، فشل. ضل 40 ثانيه. كي، لانه مطبخ، لانه قلنا كي كيتشن. مطبخ، كي، مطبخ. مضبوط، برافو عليكم. ويبرني. مختار. اكيد مختار. من دون ما أقرأ. 120. ميبي. فرش. شاب، فرش. أيه. مرح، مسرح. فرش. فرش. يلا طايرين. طلعنا فوق النص. 130. ساري. شكرا. غابة، شجرة، قديم. 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 برافو عليكم. ضل 88. شو 8 كلمة؟ أساس. فشل، إبرة، نائم، ذراع. 3 ثواني. أي كلمة؟ بسرعة بسرعة. فشل. 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 حسبنا لها اياكم، ضل صار رصيدنا $150. حسبنا $10 الاخيرين. كريم، شايفك انت ورولا مبتسمين كتير. اكيد. خبرني شو حاسين. استصعبناها، كنا مستصعبينها بالاول، بس طلعت كتير حلوه. لا يعني ما في اجمل منك، عم تربح. اجمل شعور رولا. كتير حلو نقدر تريليت الكلمات باشياء قريبه منا، بيبقوا شوي معنا اكثر. حسيتي الثقه زادت عندك لما شفتي الاختيارات الاربعه؟ ايه. اوكي، كيف حيكون ادائنا بالمرحله الجاي؟ أحسن. أحسن أكيد. حنغير أسلوبنا؟ بعتقد خلينا هيك. تبقى هيك، لأنه عم نعمل ريليشن بين بعضنا، فلما عم نحكي عن دغري عم بتفوت بقلب راسنا، عم نحفظها دغري. طب كنتوا معتمدين على الصوت كريم؟ شوي على الصوت أكيد. يعني أنا قدرت، يعني جربت لاقي سيمبل يشبه الكلمة أكثر من صوت. حلو كتير. خلينا نشوف كيف رح يكون أدائكم بالفقرة الجاي، بس ناخذ فاصل ونرجع. مشاهدينا، رجعة من الفاصل مع كريم ورولا. وعندي سؤال لرولا. رولا، قلتي لي شو درستي بالجامعة؟ كيميكال انجينيرينج. كيميكال انجينيرينج، يعني هندسة كيميائية. هل كان فيها أشكال كتير؟ ايه، كل الموليكولز وهيك، بتاعت الكيمستري أكيد. كنت شاطرة بحفظ الأشكال الموجودة؟ ما كان عندي غير حل ليبقوا براسي. أها. عشان شفتك مبدعة. مظبوط. مبدعة. كريم، أسألك، هي بالعادة تتذكر كثير أشياء بحياتكم؟ يعني بتتذكرها أنت، بتنساها هي بتتذكرهم؟ أدق التفاصيل هي بتركز عليهم، بتضل حفظتهم لو شو ما كان. أدق التفاصيل. هاي بلس ولا مشكلة؟ لا بالعكس، بلس. بلس. بلس أوقات. جاوبت عنك هي. هي قلت أوقات بقلبي بس إنه أوكي. يا سلام. طيب أوكي، أنا كثير حبيت أدائكم بالفقرة الأولى، وأنا بتخيل داخلين على الفقرة الثانية دي حماس وثقة إن شاء الله. قبل الفاصل سألت، حتغيروا أسلوب لعبكم ولا حتضلوا على نفس الستايل؟ هلأ مازال نجحنا بهذا الستايل، عم فكر إنه منضلنا عليه. يلا خلينا نشوف. داخلين على الفقرة التعليمية الثانية، خلينا نشوف مع بعض أول كلمة. بريازني. وسخ. فيها كتير أحرف مشاربة كبادة، وفيها وشو بقفة وشو بقفة وشو. كاروفا. بقرة. با با آخر شيء. بارة. بارة. أبيتي. عناق. البيئة زهاجي انتظار كتين ببعضهم طالبهم. أوكي. دروب. صديق. بير، مثل بير إنجلش. ذكرتكم حرف البي بصديق؟ بير. بير. أوكي. زيما. شتاء، وإذا بتقدر تعلو صوتكم شوية صغيرة عشان نسمعكم. لا، هيدي الكتير شيء. مجهود. حنعمل كتير مجهود لنحفظه. في اثنين أنا. لازم. ديتي. أطفال. أصغر زغدورة الكلمة. الإي تي أن بتذكر بشيء بالمولات. زشيتا. حماية. لا بس استصعبتوها شكلكم. صعبة. إيه ونزل منه شيء. دراجة.
بايسيكل بي. بي فور بايسيكل. موزي. متحف. ميوزيوم. ميوزيوم. تشبهه. موزي. سهلة. موزي. بتصوي. قبلة. اللي فيها كسرة من تحت. ليتشنس. شخصية. فور دوتش. ابنة. مثل أول واحد children بالآية بس. وفيها فور. وفيها فور. فيها فور. ظل. خمسة قصناها تي اتش. ليسنيتسا. سلم. هل شايفين سلم فيها كلمة؟ تشبه الدرج. سجن. معلقين ببعض الإيت والأم. فاغارين السول. ملح. هذه كلها ملح. أطول كلمة. أطول كلمة ملح. فاغارين في سيبي. إجت كلمة أطول. واثق ثلاث كلمات واثق منها هذه أطول. وفي بيبي ألوان. واثق منها أكيد. أذكرك فيها. قد. كات. كي أي بالآخر كات. كات. أنجل. أنجل. سمعت أنجل. أنين بالعربي أنجل. شبتات. همسة. نحفظ سا. ضل معنا 30 ثانية. زغريزنينية. تلوث. تاني واحدة بي أر. اسمها بي أر 3 ناخذ منها. خدوجنك. رسام. هي الكلمة رسمة. هي كلمة رسمة بالذات. مضبوط. شكلها رسمة. هيدي زغوت. نبتة. ظل معانا آخر كلمة. سميها. ضحك. الاكس بس نشوف الاكس نضحك عليها. نشوف الاكس ونضحك عليها. كريم بدي اسالك من الكلمات اللي مروا فيك تتذكر لي ثلاث واربع كلمات راح تحفظهم على الاكيد او راح تصيبهم؟ الملح. ليش؟ لانه هي اطول كلمه قلنا عنها. السجن. سجن. و اسالك كان في كلمه اطول من ملح متذكرها؟ ذاكر بس اذا شفتها دغري حاعرفها لانه هي ثلاث كلمات يعني كلمه كبيره حرف صغير كلمه كبيره. رولا اسالك في كلمات رسخوا براسك على الاكيد تذكرتيهم 100%؟ البقره لانه حفظت بي اي بالاخر. اوكي بي فور بقره. عندك لا خروف لحظه بقره. اوكي غيرها. والانجل لانه بتبلش بي اي ولفظها شوي بيشبه انجل. في وحده ثالثه؟ لا لا راح نشوف. داخلين على المرحلة التطبيقية برصيد 150 دولار معانا من الوقت 4 دقائق. خلينا نشوف أول كلمة مع بعض. أنجل. زهرة. ملاك. دراجة. شتاء. أنجل لأن تشبه اللفظ. ملاك لأنها آلة أنجل مزبوط بالروسي. خدوجني. رسام. سلم. رسام لأنها هي على الرسمة تشبه الرسمة. رسام. براو 170 دولار. زشيتا. صورة. همسة. حماية. مجهود. همسة بعتقد لأنه حفظنا السا. همسة. لا كانت حماية اللي بعدها. غريزني. بقرة. عناق. ظل. وسخ. رولا فينا نستبعد واحدة فيهم. وسخ لأنه بي آر أخذنا من البوليوشن بعتقد. لا أخذنا البوليوشن من تلوث. مش متفقين. ظل معنا 3 دقايق و17 ثانية. لا 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 اكيد وسخ. نجرب نحضر ولا وسخ. وسخ. برافو عليك 180 دولار. ليتشنست. حكومه. سجن. شخصيه. نبته. شخصيه لانه قلنا فيها الاتش والسي. الاتش والسي بنروح مع شخصيه. شخصيه. برافو 190 دولار. ليتشنست. دراجه. سلم. سلم لانه قلنا بتشبه ال فيها بالاخر سلم. 200 دولار برافو عليكم. موزي. متحف لأنه بتشبه الموزي. متأكدين شكلكم. متحف 100% مزبوط 210 دولار. زمار. خشب. ضحك. نبتة. شتاء. شتاء. متأكدين شو ذكركم شتاء؟ حفظت أنأم. أنأم خلينا نشوف شتاء. 220 دولار برافو عليكم. تين. ظل. أطفال. ظل. طباخ. ظل. 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 شو هالتقد غيرنا كليا. فيلوسيفيت. بقرة. ومستشفى. دراجة. سجن.
دراجة لأنه قلنا بي بايسيكل. صح بي بايسيكل أكيد. دراجة. يا سلام 240 دولار. زبريزنية. قط. تلوث. بوليوشن تلوث لأنه ار بي حطيناها تلوث. 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 250 دولار. حلو تفسيركم وشرحكم للكلمة. قبلة. صديق لأنه قلنا بير. صديق عشان؟ بير. بير. صح صديق. هلا ذكرت برافو عليكم 260. بوشكا. قط. نبتة. خيال. عناق. بعتقد قط لأنه قلنا كات. كات. ولا لا؟ كات بالاخر كي اي صح؟ قط. شو رايكم؟ قط كي اي اخذناها كات از انها كات بالكي مش بالسي. يلا نجربها. قط 270 دولار برافو. شو بتعطي؟ مجهود. هذي بتعطي همسة؟ ضحك. همسة. اكيد. ايه لانه قلنا الساب الاول. همسة. برافو 280 دولار. ديتي. اطفال، ابنة، قطار، متحف. أطفال بعتقد هي لأنه كلمة صغيرة. الابنة إلا غير شيء. فيها فور. صح. متأكدين على الأطفال؟ صح أطفال. ليه مش قطار أو متحف أو ابنة؟ متحف ميزان قطعات والابنة فيها فور. صح. أطفال. يا سلام 290 أرد على 300. غير نفسي بيه. واثق لأنه فيها بي. واثق لأنه فيها بي. واثق. أنتوا واثقين 300 دولار. وسيلي. مجهود، سجن، أحذية، حماية. لا أحذية ولا حماية. لا أحذية ولا حماية، ضل سجن ومجهود. مش السجن كان فيها هوليك الفيتين ببعض. طبعا مجهود. 30 ثانية. مجهود. مجهود؟ صح. مجهود. برافو 310 دولار. بتسوي. سلم. جريمة. سلم. سلم لأنه فيها. لا أخذت. ما لقيت السلم لا. كثير كتانجل هذيك. مرأت فعلا سلم متأكدة؟ إيه. أوكي ضل على جريمة وملح وقملة. ملح. لا لا الملح كبيرة جريمة. 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 لا كانت قبلة. ضل معنا مجالك كله تخيل تعليم رسام بقرة. شو رأيكم؟ بقرة. لا بقرة. 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 برافو 320 دولار. ضفنا لكم آخر جواب بالوقت الضاع. أنتم شاطرين كتير باي ذا واي بإضافة آخر كلمة بآخر ثانية. كريم شو رأيك بأدائكم بهاي المرحلة؟ لا لحديت هلأ كتير منيح الحمد لله. تاني مرحلة حسيتها أحسن من الأولى. رولا شو تغير بهالمرحلة؟ يعني هل أسلوب جديد، تكتيك جديد ولا ثقة؟ هلأ الكلمات عم تكون شوي أصعب بس يمكن نحن عم نتعود أكتر وعم نوثق أكتر. 320 رقم كتير منيح لأنه حضرته 32 كلمة من أصل 50 كتير حلو. بس هل رح تظل مكملين بهذا المستوى العالي؟ إن شاء الله أكيد. نشوف نتعلم كمان كلمات روسية. نشوف أول كلمة من المرحلة التعليمية. мужество شجاعة. اوكي مع ماي. شجاعة. ستيخ. قصيدة. قصيدة. سيتي انا كلمات صغيرة. احرف صغيرة. равенство. مساواة. مساواة شو شايفين فيها؟ обязанность. مسؤولية. 2 H ورا بعض. 2 H ورا بعض. 2 H ورا بعض. 2 واو. Вопрос. سؤال. Бон пок. признательность. تقدير. من A P مثل appreciation. أوكي. برافو حلو عليك تفسير حلو. غيم. أوه. عيون. تيوبلي. دافئ. مثل T E T E temperature. أوكي. حلو كتير كيف عم تفكر كريم. زمن. ضل دقيقتين من الزمن. الأر بال بي أر. بي في ورا بعض. كرسي. من هون من السي ال سي تي اي ان اكس و سي تي واي. شارع. لو نعلي صوتنا شوية بس عشان نسمعكم. زافوت. مصنع. آخر واحدة كأنه داخلون المصنع. مصنع كمان في عام. داخلون المصنع مدخلة. أجنبي. كتير طويلة. هذه أطول. تحقيق. باك. باك. ستريتيستوا. مبنى. عم بطلع كلمات طويلة معنا هلا. مالش بيصعبوا. وروك. درس. إيبوك. 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 مثل بوك. حلو. برافو عليك. بيفيت. مطرب.
إجروب. لاعب. تو بي بلاي جروب شيل. بريفيت. بريفيت. مرحبا. بريفيت. سلمت عليك فيها قبل شوي. شتوري. ستائر. سين بالسين. أوكي. سين بالسين. كارول. ملك. كينج. أكيد تعيد الورق. كمان أكيد. برافو. زليكو. بعيد. هدينا شو؟ شو عم يصير هون؟ أنت عم تصعبه. جبل. بدي كروب لتطلع على الجبل الأوروبي. برافو عليك، حلو كتير. موش. زوج. ماي وهذا الكي. هذا كريم السنة الجاية. ماي كي. دبل كي. وآخر كلمة. سبورتيفني. رياضة. سبورتيفني كلمة. وهيك بتنتهي معانا المرحلة التعليمية الثالثة. كريم، حسيت في كلمات طويلة مروا معانا كتير زيادة؟ كتير زيادة هالمرة. ايه. الكلمات الطويلة أصعب عشانهم طوال ولا أسهل عشان فيهم أشكال كتيرة؟ أصعب لأنهم أول شيء طوال وكتير في ريزمبلنس بين الاثنين، يعني بين كلمة والكلمة بتشبه بعضها كتير. مظبوط. صرنا شوي نتكل على الصوت أكتر هلأ. مظبوط. رولا، بدي أسألك، أنت شاطرة بالأشكال وبتحفظ أشكال منيحة، هل أسهل عليك الكلمات الطويلة ولا القصيرة؟ ما عندي مشكلة بالطول، بس لأنه صار في كتير مثلا 2 H حفظت لكلمة بعدين طلعت بكلمة تانية، صار في كتير شيء بيشبه بعضه. خلينا نشوف الأداء كيف رح يكون بالمرحلة التطبيقية. رصيدنا ونحن داخلين $320 ونحن طالعين، خلينا نشوف. الوقت بيقول 4 دقائق ونشوف أول كلمة. أوبلكا. تفاحة. غين. سؤال. مصنع. مش مصنع أكيد. لا، مصنع في دخول السؤال. شلنا مصنع. سؤال شلنا السين وقتها. يعني ضل غيم وتفاحة. غيم بعتقد لأنه كلاود. غيم. برافو عليكم، $330. راينستفا. ملك. ستائر. مساواة. أسبوع. مساواة. مساواة. متأكدين؟ مساواة. برافو عليكم، $340. موجستفا. شجاعة. درس. التقويم. بطانية. شجاعة. عم تسألها شكلك ولا كنت عم تجاوب؟ عم جاوب بسؤال. جاوب سؤال. انت شو رأيك؟ بتأيدي رأيي؟ شجاعة. شجاعة. يا سلام عليكم، $350. موش. ماي كينج. زوج. زوج. انت السنة الجاي زوج. برافو، هذا كريم. أجازمست. رياضة. مسؤولية. مبنى. محامي. مش محامي. شلنا محامي. مسؤولية. مبنى. بس مسؤولية. 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 لا، لأنه 2 واو 2 إيتش. إيه إيه. مسؤولية. متأكدين؟ إيه. مسؤولية. $370. كارول. ملك. شارع. زمن. شرطة. أكيد مش زمن. شلنا زمن، ضل شرطة. شارع وملك. ملك لأنه كينج. كينج. كينج من ملك أخذناه. الملك. $380. شتوري. ربيع. ستائر. ستائر. مرحبا. ستائر. ستائر. قربنا على 400. زليكو. منفعل. دافئ. مصنع. بعيد. لا، لأن المصنع كان فيها عامل أول. ثلاثة. المصنع فيها عامل، ضل بعيد. دافئ ومنفعل. معانا دقيقتين وخمسة. بعيد. بعيد. متفقين. بعيد. $400. برافو عليكم. إنستراني. تقدير. أجنبي. تحقيق. سيارة. قلت لك شيء على التحقيق. هل هي سيارة؟ تحقيق. لا، مش هاي. لا، أم تقدير؟ أجنبي منقول؟ لا، لا، appreciation for تقدير. أجنبي. خلاص، let's go. أجنبي؟ أجنبي. $410. سبورتيفني. أوراق أشجار. مبنى. رياضة. تقدير. رياضة لأنه it's sportive. متأكدين من رياضة؟ رياضة. $420. زاهوت. مصنع. 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 أكيد. مليون بالمية. مصنع مليون بالمية. $430. ستريتيلستفا. تقدير. حركة سير. مسؤولية. مبنى. ضل معانا دقيقة أو 17 ثانية. مش مسؤولية. مش مسؤولية. ضل عنا ثلاثة. شو رأيك لولا؟ لا، قطعت مسؤولية، بس تقدير قلت فيها appreciation. ايه. شفتها هون؟ لا. أوكي. مبنى. مبنى. متأكدين؟ يلا. مبنى. برافو عليكم، تحليل جيد. ولسة. شارع. غين. عائلة أم سؤال؟ شارع.
كريم صوتك متأكد شارع بلا مشارع شارع بدون مشارع شارع برافو عرفتي 50 دولار ولا بريميا سؤال مرحبا هوية مرحبا زمن مرحبا السلام عليكم مرحبا لا كانت زمن كانت تريفيت حياة جبل قصيدة درس ظل 30 ثانية درس برافو عليكم 460 تو قصيدة كرسي كرسي لم أد فيها الواي ولا لا شكل الكرسي كرسي بالآخر أكيد كرسي 470 دولار ظل معنا 11 ثانية معرفة بعيد دافئ ستائر لا دافئ هيدي التان مثل التان دافئ 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 كمان مرة جبتوا 10 دولار بالوقت الضائع شو انتوا صرتوا ملوك ملك وملكة الوقت الضائع عم ننطرها نحن يعني حاسبينها حسبة مضبوطة 480 دولار يعني حنكبر العرس السنة الجاية ان شاء الله طب شو راح تكبري بالعرس السنة الجاية مع زين ولا المكان لازم كوريانز المهم يلا يا ريت برافو عليكم اداء جدا حلو بتشوق اشوف كيف رح يكون ادائكم الفقره الرابعه بس بعد الفاصل مشاهدينا ردينا معك برنامج كلمتين وبس مكملين مع كريم ورولا رولا أسألك شو أصعب إشي بهاللعبة شو أسهل إشي بهاللعبة الأصعب لما يقطع إشي بتشبه بعضها أنه بحفظ الكلمة أساس شيء بعدين بيطلع كلمتين كتير بتشبهها الأسهل لما يكونوا الكلمات كتير showing off يعني في شيء كتير مميز ينحفظه مظبوط في كلمات تتميز زي رسام خلاص بيّن رسمي بقلبة كريم شو أخبارك أنت مع اللعبة؟ ماشي الحال هل التوقع وأنت داخل غير توقعك وأنت بتلعب اللعبة؟ أكيد شو الفرق؟ يعني استصعبتها كتير بالأول لما عرفت فيها وهيك بس هلأ لا بس تصير بقلبك تصير فيها حماس بتنبسط فيها أكتر طب شو بتحس المشاهد لما يكون عم بيشاهدكم على التلفزيون؟ مرات أنا بحس لما أكون بشوف برنامج على التلفزيون بحكي يعني كتير سهلة يعني كيف ما حزروها شو بتجاوبوا شو بتجاوبوا شخص زي بيسألكم هذا السؤال رولا بعتقد انه مثل ما في كلمه عم بعرفها وكلمه تانية عم ضيع فيها المشاهد كمان حيعرف كلمه وحيقفي كلمه انه ما حيقدر يحفظ كل شيء ف اوكي كريم اسالك اخر سؤال قبل المرحله التعليميه الجاي هل بتحس اذا كان في رهبه هل هي رهبه الاستوديو ولا رهبه الوقت اللي عم يمشي بين الاثنين سوا بس رهبه الوقت اكثر رهبه الوقت اكثر طيب اوكي حتكون حريصين عن الوقت اكيد بس هلا رح نفوت على اخر مرحله تعليميه خلينا نتعلم شويه روسي اول كلمه بيسنيا اغنيه شونسي كاتب كات فيها كاتب بقلبها اوكي كاتب برافو عليكي مزبوط نادر سليم ناغانيا كومبتيشن اللي بحبهم قلبك الكلمات الطويلة شيستي نظيف كلين باينة يزك لغة محفظة من عربي ثلاثة أروبي عربي غلازا عيون غلازا ايو اي فكان اثنين ايس رائعة رائعة سجادة أفتسا خروف أنا سمعت تقول كفتة ولا أنا غلطان ولا أولا جوعان حساس كريم ها عندك ولا شيء ويدني رؤية ماذا نرى هنا المصنع براك زواج 2020 بدي أعمل سيكس باك قبل الجواز معك سنة بالأمس before و before yesterday يا سلام حلو كتير
before yesterday. شعور ما في شعور فرن قبل اخر وحده بتشبه مثل تاهي الفرن بتفكر المنقوشه بيتجاك تبعت المنقوشه سترة في اغاني هيدا فنيه شوي ولا سعيد مش سعيدين شكلكم بهالكلمه بيتيكا مكتبه مكتبه فيها 66 كتاب كيتاي الصين صحن رز بالاخر معقول زعلنا نوشتي استمع ضل 40 ثانيه سابس استمع لسه تلخبطنا مع غيره اطلاسه رودا راتب اكثر شيء بنحبه اوكي اكثر شيء بنحبه راتبكم هلا 480 دولار بنشوف ستاتو تمثال ستيتو عمر هذه مش سكس باك هذه بوع باك اوكي صباح ضل معنا اخر كلمه اللي هي مومنت لحظه سهله 3 2 1 0 نطبق يلا على طول كيف الميموري حافظين كل شيء تقريبا صعبه شوي يعني هلا حيكون اداء زي قبل ولا احسن شيء ولا اقل شوي ولا كيف يعني ان شاء الله احسن ان شاء الله احسن نطمح الى الاحسن دائما داخلين برصيد 480 دولار معانا من الوقت 4 دقائق نشوف الكلمات مع بعض شيستي رصيف تمثال نظيف عيون بعتقد نظيف قلنا انه كلين هي بتعتقد نظيف انت يا كريم نظيف متفقين نظيف برافو عليك يا 490 دولار شرا سعيد في الامس انا قلنا بيفور في الامس بيفور يسترداي 500 دولار يتكي نادر مكتبه مدرسه ستره نادر متاكدين نادر مظبوط دبل اند فور نادر مومنت لحظة تمثال مومنت. ذاكرة كتاب لحظة مومنت لحظة لحظة برافو 520 دولار أطلات ترودا طويلة حساس راتب. مكتبة كثير كلام راتب اللي بتحبوه أكيد. راتب 530 دولار أفتسا خروف شعور طفل فرن خروف انت حاسك بدك تقول فرن طلع رجعت تذكرت اوكي رولا بتقولي خروف 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 متاكدين خروف برافو 540 دولار شو ستريتلي كريم عندك معلومات استمع حساس منافسه منافسه او حساس منافسه حساسه اللي بدك اياها منافسه يلا هذه على البيعه لا مش منافسه شو رأيك؟ حساس شو؟ جرب منافسة؟ أوكي. منافسة أو حساس؟ منافسة خالص. منافسة لا كانت حساس يلا بسيطة مكتبة كاتب أغنية سعيد مكتبة ما أسرعكم 550 دولار خسرة صباح لغة قطن تمثال صباح فيها الأو بالآخر صباح أو بالآخر أكيد صباح برافو 560 دولار بيتش الصين فرن سجادة فرن قلب فرن 570 دولار شسليوي نظارة كاتب رؤية سعيد وشو بتذكركم هاي الكلمة؟ شو متذكرين منها؟ أكيد مش كاتب لأنه كان فيها شيء بيشبه الكاتب طب دقيقة 42 ثانية أنا قلت لك غلط رؤية أكيد؟ لا بس طيب يلا رؤية لا شكك بمكانه سعيد كانت براك سكس باك سكس باك زواج لعبة عمر لغة زواج برافو سريبناوانيا برنامج منافسة راتب شاربان منافسة منافسة برافو 590 دولار كايور سجادة الصين حدث كاتب سجادة شو هالثقة 60 دولار ستاتوية شمس تمثال. لغة تمثال استمع تمثال شعور تمثال. تمثال.
شو هالكريم ورولا؟ بيتجاك. عمر، سترة، لحظة، وظيفة. هاي أنا عامل سترة بعد سترة؟ سترة. برافو، 620 دولار. غلاظة. عيون. 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 أنا احتمال ما أضطر أقرأ. شوستوا. تضحية، أغنية، خروف، شعور. أكيد مش خروف، ما رأيت. خروف مرات. ضل على تضحية. أغنية، شعور. ضل 27 ثانية. تضحية. تضحية. لا، كانت شعور. اللي بعد. ضل 20 ثانية. رؤية، استمع، إجابة في الأمس. إجابة. شو رأيكم؟ جرب إجابة. شوي. جرب إجابة. جرب إجابة. لا، كانت رؤية. فيلم اللي بعدها. طائرة، نادر، كاتب. كاتب. لأنك تشبه كاتب. كاتب. كل مرة زي ما جيتي زي ما رحت. أوكي، حلو كثير. 640 دولار. سكور أبداً مش هين. حاسين حالكم هيك متجهزين للمرحلة الجاي؟ إن شاء الله. إن شاء الله. الثقة صارت كثير عالية. أنا شخصياً بطل عندي وقت أقرأ، يعني عم بقرأ وأنت عم تقول الجواب على طول. قلنا بدنا نستفيد من الوقت دغري نحن. طيب أوكي، كمان نحن نستفيد من الوقت، بس ناخذ فاصل ونرجع. مشاهدينا، رجعة أخيرة لكلمتين وبس، وهلأ نحن بالمرحلة الأخيرة والنهائية والمصيرية. بس خلينا ندردش شوي مع كريم ورولا. كريم، بدي أسأل، أنتم مخطوبين صح. بس كيف تعرفتوا على بعض الأول مرة؟ كان في ميوتشوال فريند بيناتنا، وكنا ظاهرين ظاهرة هيك، فالتقينا ببعض أول مرة هيك. بس أول مرة مش كتير كنا هيك، ما صار في كتير هالأتراكشن بيني وبينه. بس لما فلينا رجعنا على البيت، كنت عم بحكي مع صديقي، قلت انه في شيء بعيونه، هاي اللي خلتنا نرجع نشوف بعض مره تانية يمكن. يا سلام. طب رولا، اسالك، هل كان حب من اول نظره؟ ابدا. طب فضينا، شو صار؟ اول مره شفته ما حبيته ابدا، وشفته كثير متعجرف وانه صدق حاله وهيك، يعني منه فريندلي. معلش، يعني متعجرف بالروسي بس. جي كان في قبله. طب كيف متعجرف بعدين؟ انه جرب افتح معه احاديث، انه ما هالقد يعني كفي معي، عرفت انه هو حاطط هيك حدود، انه ما تتخطيهم يعني. ففليت انه عندي هي الامبريشن اللي انه مش هالحدا. شو هالشخص هذا؟ وبعدين انت تغير كل شيء. من ثاني مره شفته تغير. ثاني مره. طب كريم، هلا في فرصه لتبرر عن نفسك، هل انت شخص متعجرف؟ لان انا مش شايف هذا الجانب منك يعني. لا، بس لما تلتقي بشخص في مثل باوندرز بتحطها هيك، يعني مثل حدود بترسمها، انه هالشخص ما بتعرفه، انه ما فيك تعطيه كل شيء عندك، ما فيك تفتح قلب، ما فيك دغري تحدث من اول مره. بس هو برجع بقول انه الشيء اللي بقلب عيونه هو اللي خلاني اصر اني ارجع اشوفه مره تانية. بالروسي بيقولوا ضيق لذاكرة سبي، يعني عيونك حلوين وانتم حلوين، وان شاء الله موفقين بحياتكم. وهلا بما انه بنحكي عن اشياء سعيده ومبسوطين وهيك، خلينا نوتركم شوي. نغير الاضاءه بالاستوديو ونحط موسيقى بتوتر. مسكنا ايدين بعض، توترنا على طول. طيب، وصلنا المرحله الاخيره. الكمبيوتر رح يختار 10 كلمات عشوائيا من الميت كلمة اللي مروا معانا، رح ينعرضوا على الشاشة، معنا دقيقتين من الوقت. حنشوف الكلمة، ما رح نسمع لفظها، وفي عندنا 4 اختيارات، كل إجابة صائبة رح تعطينا 200 دولار. إذا جبناهم كلهم صح حنربح الجائزة الكبرى اللي هي 4000 دولار. بس، وهي بس كبيرة، لازم نحذر على الأقل كلمتين وبس. إذا ما حذرناهمش راح علينا كل شيء. 640 وكل شيء ممكن نجمعه بالمرحلة الأخيرة. أوكي؟ إن شاء الله. فاتنين وفوق. إذا مرت كلمة وحسيت إنها كانت صعبة، ممكن نعمل باس وترجع لنا مرة ثانية. وهالمرة بدي منكم إجابة أكيدة، إذا ما اتفقنا على إجابة نسمع إجابة واحدة. أوكي؟ جاهزين؟ جاهزين. يلا، الله يوفقكم.
داخلين على المرحلة الأخيرة، العداد بقول دقيقتين، خلينا نشوف مع بعض أول كلمة. نبتة، عطلة، وادي، مصنع. ثري ولا مصنع؟ مصنع. مصنع. متأكدين؟ إيه. مصنع. لا كانت نبتة اللي بعدها. متواضع، سعيد، غاضب، رياضة. مش سعيد، سعيد كانت أطول. صح. استبعد سعيد. سكيب. لو سمحت. دراجة، مرح، بايك. رؤية، دراجة. زمن. بايك. دراجة. متأكدين؟ دراجة. لا كانت مرح اللي بعدها، ضل دقيقة 20 ثانية. تقدير، واثق، تحقيق، ماشي. توازن. ايه. شو رأيكم؟ أنت جاوب. أنت شو رأيك كريم؟ تقدير أصدق. تقدير. ايه. متأكدين؟ أوكي. تقدير. برافو عليكم. $840. شجرة، مصنع، بعيد، رؤية، ضل 58 ثانية. أوكي أكيد مش مصنع. مصنع نستبعدها، ضل شجرة، بعيد، رؤية. بعيد I think. بشو بتذكرنا هالكلمة؟ بعيد. كريم؟ بعيد. متأكدين على بعيد؟ متأكدين. أكيد؟ بعيد. برافو عليكم، وصلنا كلمتين وبس. $1,040. ملح، منافسة، راتب، أجنبي. مش راتب. الفيتنين إيتش بعتقد. أكيد مش ملح، مش راتب. منافسة؟ أجنبي. أجنبي. منافسة ولا أجنبي؟ أجنبي. أجنبي. رولا متفقة؟ أوكي. أجنبي. مظبوط. $1,240. كمان كلمة. نظيف، مختار، ابتسامة، حساس. مختار. 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 لا كان حساس. خلينا نشوف كمان كلمة. شعور، شارع، مجهود، درس. درس. لا لا شعور. خلص الوقت. كانت مجهود. بس عدينا الكلمتين وبس وصرنا $1,240. تزقف كلنا لبعض. برافو عليكم. كريم بدي أسألك، كنت تتوقع نتيجة زي هيك؟ بصراحة لا. شايفهم كتير مبسوطين. كتير. رولا بدي أسألك، دي رح أغير هذا الرقم بزواجكم السنة الجاي؟ هلا أكيد حيريحنا شوي إنه صار فينا نعمل يمكن شيء ما كنا قادرين نعمله قبل. أنا مبسوط كتير إنه قدرنا بهالبرنامج إنه نضيف لزواجكم السنة الجاي. موفقين إن شاء الله. 2020 إن شاء الله تكون سنة حلوة لكم. مشاهدينا زي دائما رمضانكم كريم. شكرا لمتابعتكم إلنا لبرنامج كلمتين وبس. بنشوفكم بكرة بحلقة جديدة أكيد. تصبحوا على خير.